نتساءل هنا بهذا الموضوع بعد عملية الهروب التي وصفت بالمدبرة أو كما أوضحت بعض التفاصيل عن هذا الموضوع، وأيضا ربما استثنى بهذا الموضوع بتحليل أمني حوله، لكن نود أن نعرف من حضرتك بتفاصيل أمنية دقيقة كيف تعاملتم مع هذه الحادثة، وأيضا كيف تم إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل على أنه أساسا توفي على إثر نوبة قلبية. لو تحدثنا عن هذه التفاصيل لكونها اشتبكت على الرأي العام أيضا، تفضل. نعم، ابتداء احنا نأسف لوفاة المتهم، لكن الموضوع هو مثل ما يعرف الجميع، ويا ريت الأخ المخرج خلي يقطع الصوت لأن هنالك صوت راجع في الهاتف. نعم. الحادثة اللي حصلت والجميع بات يعرف تفاصيلها، هناك كانت عملية هروب واستغلت بعض الثغرات بسبب كون كان هنالك مركز شرطة يحوي بعض المسؤولين وبعض الأشخاص اللي تم الحكم عليهم عن قضايا فساد إداري وغيرها. والحقيقة يعني كثير ما الآن نسمع عن وجود إصلاحات حقيقية، عن متابعة حقيقية لحالات الفساد. لذلك اليوم قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة قرار جدا يعني كان جيد وصائب، و يعني إيداع الأشخاص جميعا ومساواتهم مع كل المتهمين الآخرين، لا يكون هنالك امتياز لشخص على حساب بقية المتهمين، الكل سواسية أمام القانون. ما حدث هو هروب المتهم، وهكذا تم تشكيل لجنة من وكالة الاستخبارات. بدأت هذه اللجنة تتابع الأدلة وتستطلع المعدات والكاميرات وتتقصى يعني مناطق مرور المتهم. مر بعدة أماكن كانت الاستخبارات تتابع كل الأماكن اللي كان فيها، لحين ما توصلت إلى المكان الأخير وتم تطويق هذا المكان. وأثناء عملية إلقاء القبض حاول الفرار من هذه القوة، مسكت القوة وعند إمساك القوة بالمتهم كانت هنالك يعني إعياء، ونقل على أثرها وفورا إلى المستشفى وفارق الحياة هناك. طيب يعني سيادة اللواء، أتساءل أيضا بخصوص أمر آخر، يعني ما صدر في تقرير قناتنا لهذا اليوم حول بعض السجون المرفهة، هل هذه باتت ربما صفة فعلية لبعض السجناء، أم هل هنالك سجون مخصصة لكل جريمة تعملون ربما عليها في جملة القرارات التي وضعت من قبل القائد العام للقوات المسلحة سيادة السوداني؟ هل هنالك ربما تفاصيل أخرى تعملون على إجرائها في هذه الثورة الإصلاحية للأجهزة الأمنية؟ نعم، ابتداء السجون ليس من اختصاص وزارة الداخلية وإنما هي على وزارة. نعم أعلم بذلك، لكن كنت أتساءل عن جملة القرارات التي وضعت. نعم نعم، المواقف التابعة إلى وزارة الداخلية، احنا لا توجد موقف مرفه بمعنى الكلمة، ولكن لكونه يقع في المنطقة الخضراء ويكون هنالك زيارات لبعض المسؤولين، يكون هنالك اتصالات، فقط هذه اللي هي أصلا بموجب القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان هي أصلا هذه الأشياء موجودة. لكن يعني كان هنالك عبء كبير على الأخوة الضباط الشرطة في تلك المديرية. نعم، واضح جدا. سيادة اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإيضاحات.